دايما العودة لحضراتكم بتديني كل الرضا. خلوني أقول لحضراتكم سريعا، هو اللقاء بمعنى الصورة، بلغة الصورة اللي شفناه بالأمس، ليه كتير جدا شافوا ان كان في استقبال هايل، اداء فيه وصفوه يعني بانه اداء انساني عالي، لاول مره بيلمسوا وبيلمحوا جزء من شخصيه ترامب، اختلفت تماما عن اللقاءات اللي جمعته مع تريزا ماي او مع انجيلا ميركل. الجزء ده الناس لمسته بشكل هادي وبسيط، لكن في حاجه لازم تبقوا عارفينها في البروتوكول بتاع البيت الأبيض، في مشاهد محددة. أولا لازم يكون اللقاء الأول في المكتب البيضاوي اللي احنا طول الوقت بنقولها لكم وأحيانا بنزن بيها كده، المكتب البيضاوي ده اللي كان قدامه الكراسي الصفراء اللي حضراتكم شفتوها دي، وبيقعد الرئيسين عليها والمايكات بتتحط علشان هم يقولوا جملتين وتنتهي بالسلام، علشان اللي احنا بنسميه في اللغة بتاعتنا دي الصورة الرئيسية. المشهد ده مشهد المكتب البيضاوي. اللقاء ده بالأمس كان فيه كسر للبروتوكول، لأنه لم يكتفي ترامب بأنه يلتقي الرئيس المصري في المكتب البيضاوي، ده التقى من بره، والتقى من عند باب السيارة وسلم عليه واحتفى بيه في حين هو رفض يمد ايده ويسلم لقيادات أوروبية أخرى. ولما دخلوا للمكان لم يكتفي بأن المسألة تكون مجرد الفوتو أب اللي احنا بنسميه، اللي هي الصورة دي اللي بتقول أن الناس دي موجودة في الاجتماع بتاع المكتب البيضاوي، لكن المسألة اختلفت تماما. ليه الاختلاف ده؟ ليه الخروج على إيقاع البروتوكول اللي تعودت عليه الإدارة الأمريكية؟ هنا لازم مهم، شايفين الحركة اللي حضراتكم بتشوفوها دي وشايفين السلام باليد ده، ده أظهر جزء جديد من شخصية ترامب لم يكن متاح للآخرين. طيب لما هندخل جوه شوية وحنشوف اللقاء اللي جوه، هيبقى مهم جدا نعرف انه تقريبا احنا كنا اول ناس نقول لحضراتكم ان اللي شفناه قال ان مش هيكون في مؤتمر صحفي وان هيكتفوا بالبيانات اللي عملوها. ليه؟ لانه ترامب سمح بكسر التقليد في هذه الجلسة بان الصحفيين اللي موجودين مع الكاميرات يلقوا اسئلة، وقبل بتلقي سؤالين فقط، والسؤالين دول ده له معنى في الإعلام، في لغة الصورة. الكلام ده نقدر نطلع منه باستنتاجات عديدة. ولازم تبقوا واخدين بالكم كمان إن ترامب نفسه عنده إشكالية مع الإعلام في بلده، والإشكالية دي لما يكون عنده رئيس هو بيقول له أنت رئيس عظيم بذلت مجهود بيشاور عليه العالم كله، أنت قادر تقف في وش الإرهاب وتطلق عملية البناء، فهو كان بالتأكيد في حساباته لن يقبل لكل الجهات الإعلامية الأمريكية اللي بتحارب دونالد ترامب أن تستثمر لقائه مع الرئيس المصري، وبناء عليه اكتفوا بأنه ياخدوا السؤالين من الأرض من المكتب البيضاوي، وده كسر للبروتوكول. طيب هل المسألة انتهت عند هذا الحد؟ لا، في نهاية السؤالين بعض الأصوات تعالت وهي بتتكلم عايزين تعليق عايزين تعليق، والتعليقات كانت بتقول طب كلمونا عن الانفجار اللي حصل في روسيا، كلمونا عن، لكن كان رد ترامب انه قال سؤالين وفقط. الموقف ده هنقراه كويس وهنحلله، بس لازم تبقوا واخدين بالكم ان اللي كانوا بيزعقوا دول كان مندوب السي ان ان ومراسل نيويورك تايمز، وده معناه ان ترامب كان قاعد في غاية الترحيب وفي غاية الانتباه، لان اللي بيعادوا ترامب نفسه كانت السي ان ان والنيويورك تايمز. انا عايزاكم تسمعوها معايا. هتجدوني وبقوة ايضا داعم وبشدة كل الجهود اللي هتبذل من اجل ايجاد حل لقضيه القرن في صفقه القرن، لان متاكد ان فخامه الرئيس هيستطيع ان ينجزها. Thank you very much for coming and I look forward to a very long and strong relationship. Thank you. Thank you, press. 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 Thank you
طيب كمان مهم قوي ان احنا نعرف انه يعني علشان تكون المسألة واضحة قدام حضراتكم، عايزين نرجع لورا شوية ونشوف اللقاء اللي جمع مثلا ما بين ترامب ورئيس الوزراء الياباني على سبيل المثال، هل اللي احنا بنقوله ده حقيقة ولا ده استنتاج مننا؟ نفس الكرسيين، ده المكتب البيضاوي، هو الأداء هناك هو كده، ده اللي احنا بنسميه البروتوكول الرئاسي. هل المشهد اللي قدامكم بيقول في أي تقارب، في أي تشابه بينه وبين المشهد بتاعنا، ولا المسألة مختلفة؟ أنا مهتمة جدا جدا، والحقيقة لو كان يعني الظروف سمحت كنت هوريكوا ازاي مع أنجيلا ميركل رفض يمد ايده، بس أنا مش بحب كده. بس خلوني أرجع بقى علشان اللي كانوا بيعملوا الصوت اللي سمعتوه كان CNN والنيويورك تايمز. طب النيويورك تايمز اتعاملت مع الزيارة ازاي؟ بصوا كده ازاي اشتغلت على التركيز على اللي هي عايزاه. ما هي مضطرة طول الوقت لما تجيب سيرة مصر تقول عكس اللي بيقوله ترامب، لأن هي ما زالت بتخدم على الأجندة الأخرى. لو بصينا على غلاف النيويورك تايمز هنعرف كويس قوي إنها اشتغلت بشكل أو بآخر بطريقة مش عايزة تشوف الأرض. هي بتشتغل بمنهج اللجان الإلكترونية اللي بتبقى مصرة طول الوقت إنها تفرض صورة وتملي على الواقع. طول الوقت عايزة تتكلم على العهد اللي فات، عايزة تتكلم عن حقوق الإنسان، عايزة تتكلم عن أي حجازي، عايزة تتكلم عن أي حاجة ممكن تعمل شكل. علشان كده كنت مهتمة جدا إن لو في فرصة تشوفوا إزاي النيويورك تايمز اشتغلت على الموضوع. طب هل CNN اشتغلت بطريقة مختلفة؟ هل يعني تركتنا الرئيس نفسه ده الأمريكي غير زي ما أوباما قلب على عنوان تصدير الديمقراطية بتاع بوش الابن، أوباما جه يصدر حقوق الإنسان، الرئيس الجديد بيقول الحرب على الإرهاب والأمن. لكن CNN مصرة تشتغل بطريقة مختلفة ومصرة تشتغل باللغة اللي هي جعلت هذه الإدارة الأمريكية في المكتب البيضاوي ترفض تديهم الحق لا في السؤال ولا في المراجعة. والحقيقة المسألة ما هيش بعيدة كمان عننا إحنا. قبل ما هدخل على الحيز الداخلي بتاعنا عايز أوريكم البي بي سي عربي اشتغلت علينا إزاي. علينا يعني قصدي على الزيارة، يعني على الزيارة المصرية للولايات المتحدة. قد ما قالت كده في الكتابة بلغة محايدة جداً، عايزة أسمعكم إزاي وهي بتغطي من البيت الأبيض اتكلمت إزاي، لأنه المسألة دي هي اللي تخليكم بوصلتكم تبقوا عارفين وانتوا بتسمعوا مين بيخدم على إيه من غير لا أنا أقول ولا غيري يقول. We agree on so many things. I just want to let everybody know in case there was any doubt that we are very much مشرعين ينتمون للحزبين الجمهوري والديمقراطي. الإدارة الأمريكية بوضع تحسين حقوق الإنسان في مصر شرطا لتطوير العلاقات الأمريكية المصرية وكذلك تقديم المساعدات العسكرية والاقتصادية. لقمان أحمد، بي بي سي، واشنطن. عشان المسألة بس تكون واضحة قدام حضراتكم عشان إحنا مش حقنا نتقول، لكن لو حطينا نيويورك تايمز كده قدامنا علشان نعرف هي بتتكلم على ايه، وهي بتقول ان اتشيف ترامب ويل موف ايجيبت رايتس ريكورد تو ذا سايد لاين، ازاي هيتم ازاحه ملف حقوق الانسان. ادينا سمعنا البي بي سي بتتكلم ازاي عربي وانجليزي، ادينا شفنا نيويورك تايمز بتقول ازاي. طيب هو مش من حق الرئاسه الامريكيه والرئاسه المصريه ان يكون عندها اجنده عمل لمطلوب ترجعوها لاجنده العمل بتاع عهد اوباما؟ طب هل احنا في عهد اوباما كان من حق اي دوله انها ترجع لاجنده بوش الابن بتاع تصدير الديمقراطيه؟ طب بالمنطق المهني هل احنا امام تغطيه مهنيه ام اجتزاء؟ خلوني اروح للدكتور ياسر عبد العزيز الخبير الاعلامي. دكتور سامي عبد العزيز الخبير الإعلامي، أنا أسفة يا فندم. دكتور سامي مساء الخير. مساء
تشيل الزأماني زي الزحف. سامحني أنا أسفة، بعتذر عن الخطأ في الاسم. خليني أستأذن حضرتك، هل المشهد اللي كان قدامنا ده واللي يعني جبنا فيه مشهد بالصوت والصورة من البي بي سي، مشهد من النيويورك تايمز، مشهد من تغطية السي إن إن، ليه كان في إصرار للي ذراع ترامب بأنه يبقى استكمال لخط أوباما؟ ليه؟ خليني أقول لك حاجة، تأمين أنت عارفة أنه ما زال بعض وسائل الإعلام الأمريكية لا تزال محل شكوك تمويلا وتوجها سياسيا، عشان بس تجيب على الآخر. لكن أنا عايز أقول لك على حاجة، نفسي دايما عارفة بيسموا كده بالإنجليزي تعالي في الإسلامي سايد ونبص على الثاني سايد، تمام، المظلم ونبص على الجزء المشرق، خاصة أن الجزء المشرق الأماني هو اللي واخد المساحة الأكبر. طبعا لما أنتوا كلمتوني الآن سبحان الله أنا قدامي مفاجأة، مقال بقلم فرانك وايدنر، هل تتخيلي هذا؟ بيقول إيه؟ عنوانه اليوم لقاء الرئيسين ترامب والسيسي هو أكبر فرصة لإبراز الاحترام المتبادل بين البلدين، وأنه سبب وسبق الهيدلاين إيه؟ أمريكا and Egypt need each other. الله، أنا بقرأ لك دلوقتي من الناشنال أمبس قدامني، أنا بحاول أترجمها لك على الهوا كويس. تمام. هو بقى المفاجأة إنه إمبارح، دعينا نعترف، الأمبيانس العام، المناخ العام في المقابلة كان واضحا أنه مختلفا تماما. تمام. من حيث اللغة، من حيث البادي لانجوج، لغة الجسد بتاعة الرئيسين. لو تبصي على وش الرئيس السيسي هتشعري بثقة، وده لازم نحلله أستاذ أمان. اتفضل. نحلله فيه. دعينا نعترف، لو كان الرئيس السيسي لهذه الرحلة ليس وراءه بلد استقرت، ملامحها الاقتصادية بدأت تتضح، جيشها بدأ يسيطر وشرطتها على وضعها الأمن، مصر حطت رجليها على طريق الإصلاح الاقتصادي الجريء والحقيقي، إثبات قدرة مصر على إنها بدأت فعلا تتعامل مع ملف الإرهاب بقوة، صدقيني كانت المقابلة طعمها يختلف. صحيح. إذا أنت بقدر قوتك، بقدر مكانتك، بقدر ثقة ومقدرة رئيسك، حجم التفاوض وشكله بيختلف يا أستاذ أمين. تمام. دي قواعد أساسية، وده اللي خلاني يمكن لو تذكري أنا مرة كتبت مقال أسبوعين قلت جواه كده الرئيس بوشين، شفت وشه لما كان في برلين لو تذكري يا أستاذ أمين. طبعا. في الزيارة الأولى لألمانيا، وشفت وجهه الآخر لما ميركل جت مصر. بالظبط. بصي علامات الثقة والبشر والتفاؤل كانت موجودة ازاي. أنجز مشاريع على الأرض. نعم. كان أنجز مشاريع على الأرض تخليه واقف على الأرض تقيلة. برافو عليكي، مش بس هو. تعيني بقى أنا عايز. صحيح. صحيح. عايز أقول إيه؟ عايز أقول مفيش رئيس لو ما كانش مسنود من شعبه ومن مؤسسات دولته يبقى بهذه الثقة. تأكدي قبل ما الرئيس السيسي يروح أن الإدارة الأمريكية بمختلف أجهزتها السيادية والمخابراتية والمعلوماتية عارفة من هو القادم إليها. أيوة. قادم إليها رئيس واثق في نفسه، بدأ ينجز، وراه مرة أخرى شعب سنده، عنده خطة إصلاح ما فيهاش وهم يا مدام أماني. بالظبط كده. في الجملة ما فيهاش وهم. عايز أقول لك مفاجأة كمان، أنا امبارح صدقيني كان صعبان على حاجة حولة من قلبي. تخيلي لقاء الرئيس امبارح مع الجالية المصرية. ما افتكرش إن الحكومة على بعضها قدرت تقدمه بنفس البساطة، بنفس الوضوح، بنفس التفاصيل اللي قدمها هذا الرجل الرئيس. تخيلي. فأنا عايز أقول بمنتهى الأمانة، ولازم أدي الفضل لزوجتي، عارفه امبارح قالت لي ايه؟ ايوه. قالت لي بصراحه
كلمته باللغة العربية ها فيها نوع من الفخار والتقدير للغة بلده. ومن زاوية أخرى أستاذ أماني إنه كان عايز يخلي كلمته واضحة لشعبه. بالظبط. خدي بالك كان بيكلمنا من هناك ولا تحريف. صحيح. بيكلم الرأي العام هناك لأنه عنده المقدرة على الترجمة وكان عايز يكلمنا إحنا كشعب. صحيح. أنا جزء بقى تاني أنا عايز أقول لك على فكرة زيارة الرئيس دي مجرد فتح ملفات. التفاصيل كتيرة. التفاصيل كتيرة وأنا متأكد أنه لن يعلن في نهاية الزيارة دي عن كافة التفاصيل. ليه؟ أنت بتتعاملي مع مؤامرات دولية يا مدام أمان. طب. بتتعاملي مع ملفات إرهابية ممولة من أجهزة بعضها كان من قوة الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب يعرف هذا. فبالتالي مش كل الأوراق هتتكشف، مش كل الملفات هتتقال، إنما لما أنا بقرأ قدام مني المقال بتاع فرانك وايزر كاتب فيه تفاصيل يمكن ما اتقالتش في الإعلام. طيب. قال لك إن مصر دخلت في منطقة الاستقرار الاقتصادي ولزيادة الدعم أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية. طيب أنا كمان مهتمة وحضرتك يعني عميد الإعلام الأسبق، مهم قوي أشوف الأجزاء اللي أنا خدتها دي، هل مهم لبوصلة المشاهد والمواطن المصري؟ طبعا طبعا. زي ما انت قلت الاماني اسطوره اقوى من 1000 كلمه. لو تاخدي بالك من حاله الريلاكسيشن الاسترخاء اللي بين الرئيسين هتشعري بان القصه على فكره تجاوزت اللقاء اللي فات. ها خدي بالك يا مال اماني وانت فاهمه هذا الكلام، اوعى تفتكري ان هناك رئيس يذهب الى امريكا دون ان يكون تم تدريب وتدريس وشرح شخصيته وابعادها للرئيس الامريكي. طبعا. خدي بالك دي مساله معروفه، يعني عايز اقول لك الملف قدام منه اكيد متحل الخطب الرئيس السيسي، اكيد متحل اقواله في كل المناسبات. خدي بالك من هذا الكلام، اكيد اتحللت خطته لما راح الامم المتحده في نيويورك في العام الماضي. فمن المؤكد ان اللي احنا شايفينه ده حصيل مسح وتحليل عمل من الجانب الامريكي ثم حضور الرئيس ووضوح لغته. الراجل ده ما اتخبش عليه انه عنده دبل مينينج، ما عندوش اي معاني مزدوجه، يعني مزدوجه هي معنى واحد ومعنى واضح ومعنى مستقيم. خد بالك ازاي؟ فعشان كده بقول لك بامانه انا كلنا مستبشرين، لكن علينا ان نتعلم الدرس الحاجه زي ما هي، ان ننتظر الى ان نرى ترجمه التفاصيل على ارض الواقع. ليه؟ اخطر حاجه في الاعلام نعملها نرفع مستوى التوقعات. خلي بالك محتاجين نكون واقعيين، والراجل ده الرئيس بتاعنا راجل واقعي. تمام. هو نفسه هو بيعلمنا يا دكتور سامي الموضوع ده، هو بيقول انا ما بروحش افتتح مشروع غير بعد ما يكون تم، انا مش هروح انا احط حجر الاساس والكلام ده. لا ده عمل حاجه اكبر اقول لك عليها افكرك بيها. اتفضل. فاكر لما قال لن اضع حجر اساس ولن افتتح مشروع الا لما هيئه الرقابه الاداريه بهيئات فنيه وخبراء يقولون أن هذا المشروع مطابق كما خطط له وكما خطط له من ميزانية وكما ينبغي أن يدار ويحقق نتائجه. بالضبط. أنا الحقيقة المدرسة دي مدرسة محتاجين كلنا نتعلمها، وعشان كده يمكن أنت قريت مقال في الأعراب أول امبارح. صحيح. المواجهة الواقعية أفضل من الحلول الوردية. بالضبط. أنا بشكر حضرتك يا فندم شكرا جزيلا الدكتور سامي عبد العزيز عميد كلية الإعلام الأسبق، وخلوني أخرج لفاصل علشان نرجع نكمل، لأن دي الأجزاء اللي بتخليكوا تبقوا واثقين إن الشواهد الكتير اللي بنشوفها دي اللي بيحاولوا يدفعوا بيها صدقوني قدامها شهرين بالكتير وتتلاشى، لأن أنتوا بفضلكوا بقيتوا على ثقة أكتر. مين ده؟ اللجنة دي؟ الكلام ده بيتقال من هنا ومن هنا ومن هنا، مين دول؟ دي مش آراء فردية، دي لجان بتشتغل، وده النفس الأخير. خليهم، إيه المشكلة يعني؟ بعد الفاصل.